احنا كحشديين نتقدم بالشكر والامتنان للجمهوريه الاسلاميه ولحضور الشهيد سليماني رضوان الله عليه واخوانه الذين سالت دمائهم على ارض العراق ونشكر كل جهد تقدم لنا لاننا استلمنا الاسلحه عن طريق ايران. واستلمنا الغطاء الجوي من خلال الجمهوريه الاسلاميه عندما انطلقنا في عمليه التحرير كانت الطائرات الايرانيه الخمسه المعروفه هي التي قدمت المعونه لنا والخبرات والمستشارين الايرانيين رافقونا في كل عمليات التحرير هذا واضح بالنسبه لنا لم نشاهد امريكي واحد